بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. شوفوا شوفوا شوفوا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. من هم الكافرين؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فاليوم ايش؟ ننساهم. شوفوا يا شباب احفظوها، خذوا بس هذا، شفتوا النص دقيقة دي اللي بقولها؟ خذها من المحاضرة وكررها. شيخ منصور، الله تذكره يذكرك، تشكره يشكرك، بتتوب إليه يقبلك، ترجع إليه يفرح بك، تنساه ينساك. ترى شوف أنت كيف تتعامل مع الله، كيف تتعامل مع الله، تذكره والله يذكرك، تشكره يشكرك ويزيدك، تتوب إليه يقبلك، تعود إليه يفرح بك، تنساه والله ينساك. احفظ الله احفظك، تنسى الله ينساك، تحب الله الله يحبك، يحبك. ترضى عن الله يرضى الله عنك. يا اخواني في موقف في النار عجيب، في موقف في النار عجيب، أهل النار يعذبون وأهل الجنة يتنعمون، وأهل الجنة وهم قاعدين يتنعمون في الجنة يتفقدون بعضهم البعض، فيتذكرون واحد من أصحابهم، واحد من إخوانهم اللي اجتمعوا معه في هذه الدنيا على طاعة الله، يتفقدون في الجنة فما يجدونه، فيعلمون أنه في النار، فيذهبون إلى الله ويشفعون فيه عند الله. يا رب ما يهنأ لنا عيش حتى يكون أخانا معنا، فيقبل الله شفاعتهم ويخرج الله عز وجل صاحبهم من النار ويغمس في نهر الحياة ثم يدخل الجنة. أهل النار اللي ما لهم أصحاب صالحين في هذه الحياة الدنيا وهم يشوفون هذا الإنسان يخرج من قدامهم من النار يتحسرون وينادون ويقولون إيش يقولون؟ فما لنا من شافعين، فما لنا من شافعين، فما لنا من شافعين
ولا صديق حميم. علشان كذا لا تزهد. سمعت محاضرة، سمعت درس، عرفت أي شيء في ذكر لله، في عمل خير، روح احشر نفسك معاهم، خش معاهم. يمين بالله دخلة واحدة كذا ممكن تدخلها مع الطيبين هي اللي ترفعك في الدنيا والآخرة. يا جماعة الخير، الفتية الذين آمنوا أصحاب الكهف اللي خرجوا وهم أبناء ملوك، ترى الشباب ذل اللي دخلوا الكهف أبناء ملوك لكنهم خرجوا وتركوا القصور وتركوا الدنيا حفاظا على إيمانهم. دخلوا الكهف في كلب جلس على الباب يحرسهم، يحرس أهل الإيمان والصالحين الطيبين. الله خلد ذكر هذا الكلب إلى قيام الساعة. ثلاثة رابعهم إيش؟ كلبهم. خمسة سادسهم كلبهم. سبعة ثامنهم كلبهم. طيب إيش بنستفيد إحنا نكون معهم كلب؟ تستفيد شيء كم معهم كلب؟ ما بتستفيد شيء. بس ليش الله ذكره؟ لأن هذا الكلب كان له دور في دين الله وفي خدمة دين الله، وحفظ وحرس من الصالحين الطيبين. إخواني، من أفضل المستقيمين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الليلة ممكن نقرأ سورة الكهف، أو بكرة نقرأ سورة الكهف. اقرأ وتأمل قول الله لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Yeah, no, no.